مرحبا فيكم ببرنامج سيستم. اليوم رح نحكي عن برنامج جديد تعتزم منظمة العمل الدولية إقامته بالتعاون مع مؤسسات دولية وحكومية في تركيا. تعالوا مع بعض لنتعرف على التفاصيل أكثر. تعتزم منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع وزارة العائلة والعمل والخدمات الاجتماعية ومنظمة الهجرة الدولية إقامة برنامج اجتماعات متفرقة ستكون على شكل دفعات، كل اجتماع لمدة يومين لكل مجموعة ستشارك، وستتكفل اللجنة المنظمة فيها بأجرة المواصلات والطعام للمقيمين في ولاية اسطنبول. فعلى كل أخ مهتم بالحصول على فرصة عمل في تركيا وللراغبين بمعرفة قوانين إذن العمل وطرق الحصول على وظيفة وعمل في تركيا والخدمات التي تقدمها مؤسسة التشغيل والعمل المعروفة باسم الإشكور المسارعة بالتسجيل على الاجتماعات الدورية التي ستقام على شكل يومين لكل مجموعة تنوي الحضور. هلأ كتير أخوة رح يسألونا ماذا سيمنح المشاركين؟ سيمنح المشاركين في نهاية البرنامج شهادة حضور، وسيكون في الاجتماع ممثلين من مؤسسة الإشكور وهي مؤسسة التشغيل والعمل كما أسلفنا قبل قليل فرع اسطنبول. فمن لديه أي استفسار أو أي مشكلة تتعلق بالحياة العملية في تركيا وخاصة المقيمين في ولاية اسطنبول فإنه بإمكانهم المشاركة والحضور في هذا الاجتماع. التسجيل سيكون على الشكل التالي: نرسل إلى الإيميل الظاهر الآن على الشاشة الاسم ورقم الهاتف وتاريخ الجلسة التي نرغب في الحضور فيها. البرنامج رح يكون على الشكل التالي: سيكون هناك 5 اجتماعات 5 تدريبات على شكل يومين لكل مجموعة تنوي الحضور. المجموعات المتاحة حاليا مع تواريخها رح أقولكم إياها: المجموعة الأولى 3 والأربعاء 26 و25 شباط من العام 2020، المجموعة الثانية الخميس والجمعة 28 و27 شباط 2020، المجموعة الثالثة رح تكون الثلاثاء والأربعاء 4 و3 آذار 2020، المجموعة الرابعة الخميس والجمعة 5 و6 آذار 2020، المجموعة الخامسة الثلاثاء والأربعاء 10 و11 آذار 2020. توفيق للجميع والسلام عليكم.